سيدة نعم سيد سيد با مع ز ماذا يا راجل يا علاو كاين جوج واحد سي بو هكذا هيا هيا القرعة مرتقبة إن شاء الله ككل سنة في نهاية شهر واحد أو بداية شهر اثنين إن شاء الله بين شهر جانفي نهاية جانفي وشهر فيفري وبداية شهر فيفري. نظن بأن إرادة الدولة الجزائرية وخاصة الحكومة الحالية على إبقاء نفس السعر تاع العام الماضي إذا تمكن لها ذلك 370 ألف دينار زائد 120 ألف دينار سعر التذكرة يعني حج بكل المقومات سواء كانت الفندقة أو الإعاشة أو النقل إلى آخره.